في إطار ترسيخ ثقافة الاعتراف وتتويجا لمسار المشهد التربوي الناجح، تحتفي الثانوية الإعدادية سوالم ببناتها وأبنائها المتفوقين والمتميزين خلال نهاية الشطر الأول من الموسم الدراسي 2021-2022، وذلك تشجيعا لثمرة جهودهم وعرفانا بطاقتهم الخلاقة على تطوير الذات وقدرتهم على التميز والإبداع، وكذا من أجل خلق روح التنافسية الشريفة بينهم. تحت إشراف المديرية الإقليمية برشيد وبمناسبة انتهاء الأسدس الأول من الموسم الدراسي وفي إطار تنفيذ برنامج العمل السنوي والأنشطة التربوية المسطرة والداعمة للموسم الدراسي 2021-2022، نظمت إدارة الثانوية الإعدادية سوالم بشراكة مع جمعية الآباء الشريك الرئيسي حفلا لتتويج التلاميذ المتفوقين بشعار العمل الجاد مفتاح النجاح ومقياس تنهض به الأمم، وهي مناسبة لتقديم الشكر الجزيل لكل الفعاليات التربوية من أطر هيئة التدريس وأطر الإدارة التربوية وأعضاء جمعية الآباء على المجهودات المضنية للرفع من مردودية العمل التربوي بالثانوية الإعدادية سوالم، وكذلك للآباء والأمهات الذين يضحون كل يوم من أجل راحة أبنائهم وتفرغهم الكامل للدراسة والتحصيل للمساهمة بالرقي بالمستوى التعليمي لأبنائهم. بهذا العمل نحن نتطلع والفريق التربوي بالمؤسسة إلى إرساء تقليد حضاري يكون فيه الاحتفاء بهذه المناسبات وبأهل الفضل واجبا لا مناص من تأديته، ونهجا لا بد من مواصلته وترسيخه. هذه العادة دأبت المؤسسة على تكريسها منذ سنوات خلت إيمانا منها بأهمية الأنشطة الثقافية والاجتماعية والارتقاء بالشأن التربوي والتعليمي، وبالأخير نتمنى الاستمرارية لهذا العمل الذي يحفز المتعلمين والمتعلمات على مواصلة الاجتهاد وبذل الكثير من العطاء.